اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي واضيف حضراتكم واحد زي ما قلت لحضراتكم وزي ما سمعتوا في التقرير، محمد محمود نجم النادي الاهلي او مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله منور، ربنا يخليك. بنور إيه حضرتك. الاخبار؟ اه الحمد لله كله تمام، كله كويس الحمد لله. شعرك اخباره ايه؟ زي الفل اهو. ربيته بقى؟ اه قلت اغير كده. اغير يمكن تمشي. يمكن هتمشي، هتبقى زي الفل ان يا شاء الله. رب يا رب ان شاء الله. اخبارك ايه؟ والله اهو الحمد لله خلاص، يعني الحمد لله الاصابه اكتملت بشكل كامل يعني الحمد لله، وعندنا ماتش بكره كده ودي ان شاء الله اشارك فيه باذن الله. يعني مش عايزين نسهرك كتير، احنا هناخد وقت الحلقه بالظبط، مش هنسهرك تاني عشان عارف ان انت بكره مشتاق ان انت تلعب. اعتقد دي اول مباراه دي اول مباراه ليا يعني فعلا، بعد الاصابه يعني. ما مستنيها بفارغ الصبر. مستنيها؟ طبعا. الساعه كام الماتش بكره؟ 4:30. 4:30؟ بعد الساعات والله. والله؟ والله. بس لا، عايزينك تنام كويس النهارده، اهم حاجه تنام كويس. لا هنام، انا اول لما اروح هنام طبعا. اول ما هتروح هنام على طول.